طيب قبل ما اروح للترند المحلي، في الحقيقه بمناسبه مباراه الاهلي واسوان امبارح فلازم نشيد كل الاشاده بالاحترافيه. الاحترافيه اللي تمثلت في النادي الاهلي امبارح وفي احمد فتحي لاعب الفريق حتى الان. احمد فتحي ادى اداء رجولي بصراحه قوي قوي، عمل مباراه حلوه رغم انه بقاله فتره ما بيلعبش زي بقيه اللاعبين. وكمان ايه، هو في بعض اللاعبين لعبوا قبليه ماتشين لكن ادى اداء جيد. في نفس الوقت احترافيه النادي الاهلي ان هو بيستغل لاعب عنده لحد اخر وقت ممكن ان هو يقدر يستفاد منه، وهو ده الاحتراف اللي احنا بنشوفه يا جماعه في اوروبا في الحقيقه. فاي جوانب احترافيه هتلاقوها طبعا من ضمن الانديه اللي بتقدر تجيد في التعامل باحترافيه هو النادي الاهلي، وده بشهاده الجميع. الترند المحلي ايه؟ نشوف. موقع الوطن سبورت على تويتر قالوا ان اليوم ثلاث تحديات جديده بالدوري المصري. صفحه اتحاد الكره على فيسبوك قالوا ان سيد معوض يحضر مباراه الاهلي واسوان. كمان كتبت صفحه اتحاد الكره طارق مصطفى يحضر مباراه انبي وسموحه. حساب موقع مبتدا على تويتر كتب الاسماعيلي يعلن سلبيه مسحه كورونا قبل مواجهه دجله. طيب هنبتدي بحساب الوطن سبورت على تويتر واللي بيتكلموا على ثلاث مباريات النهارده في بطوله الدوري الممتاز، ومباريات كلها في الحقيقه قويه. اول مباراه تتلعب في هذه اللحظات ما بين طنطا والحرس، حرس الحدود، والتقدم حتى الان لحرس الحدود بهدف للا شيء، والمباراه ابتدت في تمام الساعه 4 عصرا. المباراه الثانيه النهارده هتكون ما بين المقصه والجونه، دي هتكون الساعه 6:30، والمباراه الاخيره هتكون الساعه 9 بالليل ما بين الزمالك واف سي مصر في بطوله الدوري. دي مباراه اليوم الدوري الممتاز. تعالوا نروح لاتحاد الكوره واللي اتكلم على ان الكابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق والمدرب الحالي في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول حضر امبارح مباراه الاهلي واسوان في اطار طبعا حضور اعضاء الجهاز الفني المختلف في المباريات عشان يقدروا ان هم يقفوا على مستويات اللاعبين في حاله طبعا استدعائهم لمعسكرات مختلفه بالنسبه للمنتخب الوطني. خلاص مفيش معسكرات بعد تاجيل كمان تصفيات كاس العالم، يعني الدنيا فيها براح شويه بالنسبه للكابتن حسام البدري، لكن ده دورهم وده واجبهم وده شغلهم ان هم يتابعوا اداء اللاعبين. وده حصل كمان من الكابتن طارق مصطفى لما حضر مباراه انبي وسموحه امبارح، واكيد كتبوا تقاريرهم ووقفوا على مستويات اللاعبين اللي ممكن يحتاجوهم خلال الفتره اللي جايه. الاسماعيلي كمان بيعلن سلبيه مسحه كورونا قبل مواجهه دجله، واحنا عارفين يعني الجزئيه دي تحديدا في اطار المساحات اللي بتتعمل بشكل دوري بالنسبه لفرق الانديه او انديه الدوري الممتاز خلال الفتره الحاليه تجنبا وكاجراء احترازي بسبب فيروس كورونا. لكن الاسماعيلي خلاص الحمد لله النهارده اعلن على سلبيه مسحه كورونا بالنسبه للاعبيه وجهازه الاداري والفني قبل مباراه وادي دجله. طيب دي كانت بعض الاخبار في الترند المحلي على السوشيال ميديا النهارده. لسه في الترند العالمي، نشوف ايه الجديد فيه. يلا فاصل الاول. طيب نروح لفاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نشوف الترند العالمي. استنوا.